وانا جايه لك كنت بقول في حاجه غلط، اكيد كل الخلق دول غلط وبنتي هي اللي صح. حتى بعد ما رجعت من عندك وانا بغلط نفسي لحد ما جم وقالوا لي بنتك بتشهد على اخوها الميت عشان تنجب رقبتها، مش هو ده اللي حصل ولا بنتبلى عليكي؟ انا هفهمك على كل حاجه بس مش دلوقت، لما اجيب حقي من اللي عمل فينا كده هتعرفي ان انت ظلماني يا ماما. خلاص يبقى مفيش كلام بينا لحد ما تحني عليا وتقولي لي ايه السبب. غصب عني، والله العظيم غصب عني، عندي مليون سبب ما يخلينيش اتكلم. وانا عندي الف سبب يخليني اغضب عليكي. مين اللي عمل فينا كده؟ شوف مين على الباب. يا رب يا رب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي، الله يسلمك. وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي. اخبارك ايه؟ واللي في بطنك عامل ايه؟ كويس. انت اهم حاجه كويسه؟ انا زي الفل حبيبتي. انتوا بس وحشتوني قوي. تعالي يلا نفطر مع بعض، يلا. تعالي. الراجل ده لازم يخرج قبل الحكم. اي نعم هو عمي بس رمة. وحتى لو خرجته والله ما يفيدنا بحاجة. هو أكيد طبعا مش عشان هو رمة، عشان أنا عارف العيلة دي كويس. لا بس ما تقلقش أخرجهولك. إمتى بقى؟ والله الموضوع كله واقف على التليفون، بس هيجيلي في الوقت المناسب. طب ما تعمله الله يخليك. لا مش أنا اللي هعمله، هو اللي هيجيلي. دي فزورة؟ أنت ليك أكل ولا بحلاها؟ قلت لك هخرجهولك. المهم أخبارنا إيه دلوقتي بقى؟ أنا زي الفل، بس خروج الولاية دي شقلب لي الدنيا شوية. سلطانة نيفر داي. ايه ده؟ ده بيهزر زينا. مادام بيهزر يبقى فيه مزة. ايه يا عم انت هو؟ ماليش نفسي اهزر ولا ايه؟ يا عم خليه يهزر. اهو النفسية تهدى شوية كده ويعرف يركز في الشغل. المهم يا نعيم، عايزك تركز مع الولية دي عشان ربنا سترها في الصحراء. لكن من هنا زحمة. لا ما تقلقش. الزحمة دلوقتي بتاعتنا. مساء الخير. مساء النور يا رضا، ازيك؟ بص بقى يا معلم، احنا دلوقتي متعاقدين مع مستشفيات في الخليج مهمه جدا. المستشفيات دي محتاجه دكاتره في تخصصات معينه، هتلاقيها في الفايل ده. تين دكتور محتاجهم في قد ايه طيب؟ في اسرع وقت. عقد كبير وعملته حلوه. ماضيه. واحد اللي شغل بره دلوقتي. طيب ورينا ستارت. ماشي عن اذنكم. شاطر قوي رضا ده. اه مجتهد. مش قادرة أصدق لحظة واحدة اللي عملوا فينا الكلب اللي اسمه نعيم، وقلبي واكلني قوي على ضي. ما تقلقيش على ضي، دي تربيتك، بنتك جدعة ومية راجل. طب والله ده أنا قلبي مطمن عليها أكتر منك وأنت اللي قاعدة قدامي دلوقتي. الكلام سهل لكن الشارع وناسه السهلين. ما كنتش اتخيل ان يجي يوم من الايام ما اعرفش بنتي تبقى فين. هترجع.
اللي بيحصل لنا ده كابوس. بس ورحمة سلام حقنا كلنا هيرجع بإذن الله. هو في إيه يا وردة؟ كلامك قلقني. وهو إني أكون بتكلم عن أنا أجيب حق سلام دي حاجة تقلق؟ هو يخصك أنت لوحدك ولا إيه يا سلطانة؟ وبعدين أنت بعتيلي الجواب ليه؟ عشان تخلي بالك من اللي حواليكي، من أمي وجابر وضي. ضي اللي مشيت وانت مش واخده بالك. ضي غفلتنا بس هترجع. حق سلام هو اللي مش هيرجع الا لو كلنا وقفنا مع بعض. وعموما انا اليومين دول بقابل شمس وقريب قوي هخليه يجيب كل اللي في بطنه. انت بتقولي ايه؟ وبطن مين؟ دول ممكن ياكلوكي. والله انا بقى نشوف مين هياكل مين الاول. انت اتجننتي؟ وانا بقول لك كده عشان تقولي ان انا اتجننت. انت مش عايزه حق اخوكي ولا ايه؟ عايزاه طبعا وهجيبه. لكن اللي انت بتعمليه ده اسمه لعب عيال. ده مش لعب عيال. شمس عينه مني. وانا عارفه انا بعمل كويس قوي. وانت فاكره بقى ان هو مصدقك؟ مش عارفه ان انت بتلعبي عليه؟ ما تردي. ممكن يكون عارف بس انا متاكده ان هو بيحبني وده كفايه. كده مش سليم كده بقى. بص بتعمل ايه يا ابن المجنون على الصبح؟ في يوم على الصبح بظبط نفسي رايح الحمام. حمام؟ اه. انت واد فاكرني هبله؟ ده انت هتروح تبيع الهدوم زي زمان. هدوم ايه اللي ابيعها ياما؟ هو انت فاكراني محمد صلاح ولا كريستيانو رونالدو عشان ابيع هدومي في المزاد؟ الله، انا بقول لك ان انا رايح الحمام عند مرجاني عادي يعني هروش نفسي. الله، ده يبقى كده في حوار بقى. حوار ايه بس ياما؟ هو حوار واحد؟ دي يجي 5 6 27 حوار كده لطش في قلبي مرة واحدة. حوارات ايه يا منتن اللي موديك الحمام من النجمة قبل ما ريحتك المعفنة تخنقك وانت نايم؟ يو ياما بقى تقعدي تزعقيلي بحلقة شكر سرحان اللي انت حلقاها دي. في ايه ياما؟ بقولك ايه، انت ما بتستريش. والموضوع ده لو حصل له حاجة انا هشنق نفسي على بوابة الفتوح زي الشاطر كوتوز. انا نفسي اعرف بنت مين اللي في الحتة اللي لوحتك كده. مش من الحتة يا أما، مش من الحتة يا كاريتا، مش من الحتة يا كاريتا، ابنك سوف تلهو به الحياة. بقول لك إيه يا أما؟ تحلف إن أنا لو قلت لك هتستوري معايا عشان الحاجات دي بتتنزل يا أما؟ مش هحلف.